تحيين الخارطة المنجمية في الجزائر مع تفعيل مخطط فعال ومتكامل لبعث صناعة استخراجية حقيقية وجعل الجيولوجيا الاقتصادية في قلب التطور الذي تشهده البلاد تحقيقاً لتنمية مستدامة وشاملة. فالإجراءات والتدابير المتخذة ترتكز أساساً على خفض الواردات بالاعتماد على المواد الأولية المحلية وتثمين المنتجات وتسيير المشاريع الهيكلية الكبرى. بالتوجه الجديد الذي تسعى السلطات العليا في البلاد إلى تنفيذ مساره بكل دقة وعمق، تكون الرؤية القديمة التي كانت تنظر إلى المواد المنجمية والمعدنية على أنها استثمارات راكدة أصبحت من الماضي. فالتوجه الجديد جعل منها استثمارات حيوية ومراكز جذب قوية للمستثمرين الكبار. للنهوض بقطاع تم وضع استراتيجية هامة تمثلت في تحديد الأولويات الأساسية، من أهمها مراجعة الإطار التشريعي وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برنامج للبحث المنجمي وتطوير وتحديث رسم الخرائط الموارد المعدنية وإنجاز مشاريع هيكلية كبرى وتنمية رأس المال البشري، وكله في إطار برنامج التي سطرته الحكومة طبقاً لتوجيهات وتعهدات والمتابعة المستمرة والدائمة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص. الاستثمارات والشراكات الجديدة في قطاع المناجم نتاج لرؤية متبصرة تعمل على تسليط الضوء وتحريك كل ما يمكن المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، خاصة وأن رقم الأعمال المتوقع تحقيقه بالنظر إلى هذه الاستثمارات والشراكات يتجاوز 5 مليار دولار مع حلول سنة 2030، وهو رقم مهم وغير مسبوق.